وصلت عند سعد، سعد يحاول، سعد يحاول وقال سأقدم كل ما أملك لإسعاد جمهور بعد خسارة بالأمس. الآن وصلت عند بنيطو، بنيطو يحاول المرور بتمريرة وصلت من عطيف خلف الدفاع، بنيطو أبعدها في آخر لحظة. تسجيل الأهداف بالقدم اليمنى، أكثر من سجل في الدوري بالقدم اليمنى، لكن هذه كرة عند حسن معاذ تصل عند القميزي، جيد في الكرات العرضية، يلعب واحدة، يلعب عرضية، جول من المتخصص بنيطو، بنيطو عندما يشاهد شباك الأهلي الدوري. شوف العرضية، مجهود من حسن، والقميزي لعبها بالمقاس، بالمقاس، والمسليم، والمسليم يتحمل جزء من الهدف، لكن الكرة كانت سريعة وذكية لأن المهاجم السوري عمر السومة. عرضية تلعب على القائم الأول مبعدة بدفاعات الشباب، دفاع الشباب الآن في محاولة، كرة تصل بعرضية تبعد برأسية، يأتي الرد برأسية، هي خاصة، هي سبيشل بين بنيطو والسومة، سجل بنيطو وعادل السومة. بنيطو 1-1، 1-1، كلها من كرات عرضية، كلها من رأسيات، كلها برأسيات، كلها برؤوس المهاجمين، سكنت الشباك. صعبة على جوهر، صعبة على جوهر، صعبة إلى تيسير، تيسير إلى سعيد، سعيد عرضية ذكية من سعيد وصلت، والثاني يبحث عن هدف ثاني ويبحث عن النقاط الثلاث لكي يستمر في ملاحقة المتصدر الكريري. الأسماء المهددة، لكن الكرة الآن تصل عند حسن معاذ، حسن معاذ يحاول يلعب عرضية تمر وتصل إلى ركنية لمصلحة كثيرا في هذه المباراة ما بين اللاعبين لتخفيف شيء من الشد الموجودة، لكنه يفضل لعب كرة خلف الدفاع، تصل عند بنيطو، بنيطو خطير، بنيطو ينتظر، بنيطو يبحث عن القدم اليسرى ثم اليمنى، دخل منطقة الجزاء، سدد، مرعب بنيطو، بنيطو بينما في الجانب الآخر السومة في صراع مستمر مع بن العمري، وهنا الجزائري الآخر في الهجوم، بنيطو يسدد الكرة اللي أبعدها بصعرة في كرة تصل وتقطع أكثر من مرة من لاعبي الأهلي، لكنها لا تستغل مع صابرة إريكسون. السويدي يعلن نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي. 5 أهداف، 5 أهداف أو 5 مباريات متتالية، وهذه تسديده، الله، عمر السومة، عمر السومة من الثابتة والمتحركة، من الثابتة، قدم يمنى قوية ما فيها رحمة، سدد بقوة، يا سومة الرحمة زينة، خليك حنين شوي، يا الله على عمر السومة بقدم يمنى لا تعرف الرحمة. هدافي الدوري لثالث مرة على التوالي في صدارة الهدافين، مؤشر يلعب عرضية كانت قريبة من الدفاع بالخطأ في مرمى، لكن بالعمري بصعوبة بعدها لمصلحة الأهلي. يبدأ الراقي، يبدأ الأهلي شوط ثاني مختلف، يبدأ بجدية، يبدأ برغبة واضحة في نطه، هم اللي يسجل، مين يكسر القاعدة، مين يسجل، مين يحاول، المسالم يبعد الخطورة وينهي محاولة شبابية. إسماعيل يمرر عند الأسطى، الأسطى يلعب عرضية عالية، خروج من سليم، وصلت فرصة، فرصة، يا الله، كالعادة تأتي الخطورة إما من السومة أو من يطو، بنيطو كان هو الأقرب، كان هو أمام فرصة لتسجيل التعادل بلقطة، بكرة كانت بإصرار من الشبابيين للوصول وبعدم تفاهم ما بين سليم وفتيل، لكن بالتحديد، لكن الجزائر عندهم حالة من الحماس مختلفة. الآن المؤشر يخترق، 1 و2 و3، المؤشر بالغ في المراوغة، بعد ذلك قطعت ووصلت عند حسن معاذ، صحيح حصل على الكرة، لكن شوف هذه اللقطة اللي استعرض فيها المهارة،
مر من واحد من اثنين ثلاثة، لكن استعراض لوحده لا يكفي في كرة القدم. يحاول استغلال الحالة اللي عليها القميزي في هذه المباراة، لاعب القادسية والاتحاد والهلال والشباب حاليا، وحسن معاذ في تسديدة لكنها تصل حاليا بجهد عضلي زايد. وبعد التسديدة الماضية الكرة انتهت خلال سبع ركنيات، لكن الآن عرضية وتصل برأسية مبعدة، تعود بتسديدة عالية إلى ضربة مرمى من هتان. ستشهد في الخمس دقائق الأخيرة إثارة كبيرة، لأن المباراة وصلت الآن عند عسيري. عسيري يمرر، فرصة للثالث، الثالث، الله، بالثلاثة، بالثلاثة، الأهلي يفوز بالثلاثة، 3-1. عش الأهلي في الوقت اللي كان فيه الشباب يبحث عن الخمس دقائق الأخيرة، يبحث عن هدف التعادل في الخمس دقائق الأخيرة، فاجأهم عبد الفتاح عسيري بعد أن خرج السومة. عبد الفتاح أخرج السومة اللي في داخله، أخرج السومة اللي في داخله وسجل. الآن عند بن يطو، التمريرة تأتي لأقصى الجهة اليمنى عند البيشي، فرصة لإضافة الثاني، سددها البيشي والدفاع أبعدها في آخر لحظة من مغربي إلى ركنية لمصلحة الشباب. وهذا الشاب الشمري، هذه الإعادة للقطة الأخيرة اللي كان فيه إمكانية للتمرير لمغربي أو التحضير على رأس منطقة الجزاء لبن يطو، لكن البيشي يحتاج الكثير أيضا من الخبرة للتعامل مع قهوي. لكن الآن القائد تيسير يسدد مبعدة في آخر لحظة إلى ركنية لمصلحتي، لكن قبل ذلك الحكم السويدي جوناس إريكسون يعلن نهاية المباراة